مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الفيديو الجديد المقدم لكم على قناة مجهول معلوماتي، والذي أستهدف فيه بالخصوص مستخدمي نظام ويندوز. فبلا شك جميعنا نعرف أن هذا النظام هو نظام معرض للمشاكل، وبالتالي فإن معظم الأشخاص يضطر إلى أخذ حاسوبه إلى مركز الإصلاح أو الاستعانة بأخصائيين بأجل حل مشكل بسيط موجود في حاسوبه، وغالبا ما تكون هذه المشاكل متعلقة بنظام ويندوز. وبالتالي هناك مجموعة من الطرق من أجل إصلاح المشاكل المتعلقة بالنظام، ولكل مشكل طريقة معينة لحله. لكن إذا لم تكن لك دراية كبيرة في هذا المجال، أو أنك لا تعرف ما هي المشكلة التي أصابت حاسوبك، هناك أيضا طريقة ستساعدك في التخلص من جميع هذه المشاكل، بالإضافة إلى الأخطاء التي نرتكبها أثناء استخدامنا للنظام، كنسيان كلمة المرور أو حذف الملفات عن طريق الخطأ، أو كل هذه المشاكل التي تتسبب في فقداننا للملفات أو فقداننا للوصول إلى نظام ويندوز. بلا شك الكثير منكم لم يسمع من قبل عن أسطوانة الإصلاح، فهذه الأسطوانة أو هذه الطريقة ستساعدك يا صديقي في أن تقوم بإصلاح جميع المشاكل التي تواجهها في نظام ويندوز، مثل هذه المشاكل ما قمت بذكره، بالإضافة إلى المشاكل التي تتعلق بملفات النظام التي يتم فقدانها عن طريق الخطأ، الفيروسات التي يتم تثبيتها على حاسوبك عن طريق الخطأ، أو التي تدخل عنوة إلى نظامك. بالطبع يمكنك أن تقوم بحل جميع هذه المشاكل بالملف الذي يصطلح عليه بأسطوانة الإنقاذ. طبعا هذه الأسطوانة تقوم بتثبيتها أو حرقها داخل قرص DVD، أو تقوم بحرقها داخل فلاش USB، وبالتالي تصبح لك قطعة أو جهاز قادر على إصلاح المشاكل التي تحصل في جهازك. ببساطة هذه الأسطوانة أو ما تسمى بأسطوانة إصلاح هي عبارة عن ملف يحتوي على جميع البرامج والتطبيقات والبرمجيات التي بإمكانها أن تقوم بإصلاح جميع المشاكل المتعلقة بنظام ويندوز. وهنا بالطبع أقصد المشاكل التي يتعرض إليها النظام، والمشاكل التي تنتج عن استخدامنا السيء للنظام. هنا لا أقصد المشاكل التي يتعرض إليها النظام عن طريق قطع الهاردوير أو القطع الموجودة في الحاسوب، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى أخصائي من أجل تغيير هذه القطعة. لكن بالنسبة لنظام ويندوز فبلا شك يمكنك أن تقوم بنفسك بإصلاح هذه الأخطاء باستخدام أسطوانة الإنقاذ. ببساطة هناك الكثير من أسطوانة الإنقاذ الموجودة على شبكة الإنترنت، منها المدفوعة والمجانية. بالطبع سوف أختار لكم واحدة من أشهر الأسطوانات المجانية التي يمكن لك أن تقوم بتحميلها على حاسوبك وحرق في فلاش USB. طبعا طريقة الحرق يعرفها الكثير من الأشخاص، فلا داعي لأن أقوم بشرحها، وحتى إن لم تكن تعرف كيفية حرق هذه الأسطوانة فالطريقة في غاية البساطة هي بنفس الطريقة التي تمكنك من حرق أسطوانة ويندوز على الفلاش USB أو على القرص DVD. بمجرد أن تقوم بحرق هذه الأسطوانة على الفلاش USB أو أسطوانة DVD، تصبح هذه الأداة أو هذه القطعة قابلة لإصلاح جميع المشاكل المتعلقة بالنظام. وسوف نعرف هنا قائمة من المشاكل التي يمكن أن تقوم هذه الأسطوانة بإصلاحها. طبعا الأسطوانة بهذا الاسم هيرن اس بوت سي دي بيو كما تشاهدون أيها الإخوة، هذا هو أو هايرن كما تشاهدون، هذا هو اسم الأسطوانة. طبعا كما تشاهدون فهي تتوفر على جميع هذه الأدوات كما تشاهدون أيها الإخوة. كل هذه الأدوات تكون في أسطوانة واحدة، تقوم بحرقها في الفلاش USB أو CD، ثم مباشرة بعد ذلك تستطيع حل جميع المشاكل التي تواجهك في نظام ويندوز بالاستعانة بهذه البرمجيات والتطبيقات. طبعا لكل تطبيق أو برنامج في هذه القائمة وظيفة معينة، وبالتالي فهو يقوم بإصلاح المشكل معين في النظام. طريقة الإصلاح في غاية البساطة، وبالتالي ستوفر لك هذه الأداة معاناة كثيرة من أجل أخذ الحاسوب إلى الأخصائي أو إلى مركز الإصلاح ودفع الكثير من المال من أجل أن تقوم بإصلاح مشكل بسيط يمكن ببساطة أن تقوم بحله باستخدام هذه الأسطوانة. بلا شك هذه القائمة ستجدها داخل التدوينة الخاصة بهذا الفيديو من أجل الرجوع إليها وقراءة البرامج والأدوات التي تتوفر عليها هذه الأسطوانة. طبعا هذه الأسطوانة هي من أشهر الأسطوانات الموجودة داخل نظام أو موجودة أو التي يستخدمها مستخدمو نظام ويندوز بكثرة. طبعا بعد حرق الأسطوانة والإقلاع أو إقلاع النظام بخلالها، طبعا طريقة الإقلاع كما قلت لن أشرحها كي لا أطال الفيديو، لأن طريقة الإقلاع في غاية البساطة تختلف من حاسوب إلى آخر. فهناك من يقوم بالإقلاع عن طريق الضغط على في الكيبورد على F9 أو F11 أو F2 أو F4، أو يعني يختلف زر الإقلاع من حاسوب إلى آخر، وبالتالي عليك البحث عن زر الإقلاع ثم تقوم بالإقلاع على CD الذي قمت بحرق عليه هذه الأسطوانة، أو من الفلاش USB الذي قمت
عليه بحرق هذه الأسطوانة. ببساطة يا أصدقائي، فمجرد أن تقوم بالإقلاع عليه سوف تظهر لك قائمة بهذا الشكل كما تشاهدون، وهنا تظهر القائمة التي تساعدك في تحديد الأداة التي بشأنها أن تقوم بإصلاح المشكل الذي يواجهك. فمباشرة بعد مشاهدة هذه الواجهة قد تلاحظون أن هناك أيضا خيار تغيير كلمة المرور بالنسبة لأنظمة الويندوز، فكما تشاهدون هناك Offline NT 2000 XP Vista Windows 7 Password Changer كما تشاهدون. فبمجرد أن تقوم بوضع الفلاش USB فيها الحاسوب والإقلاع منها عند تشغيل الحاسوب سوف تتمكن من إدخال كلمة مرور جديدة. وبالتالي إذا كنت قد قمت بتغيير كلمة المرور ونسيت هذه الكلمة، يمكنك أن تقوم بتغييرها ببساطة من خلال استخدام هذه الأداة، هذا فضلا عن الكثير من الأدوات الأخرى كإصلاح القرص الصلب أو إصلاح مشكلة ملفات المحذوفة في النظام، إصلاح بعض مشاكل الفيروسات. وأيضا قرص الإصلاح هذا يتوفر على العديد من مكافحات الفيروسات التي تساعدك في مسح الحاسوب وحذف جميع الفيروسات التي تم تثبيتها عن طريق الخطأ أو التي تسللت إلى الحاسوب. بالتالي فإذا واجهت أي مشكلة في عدم قدرة على الوصول إلى الحاسوب بسبب وجود فيروس معين، يمكن لك أن تقوم بحذفه والتخلص منه باستخدام هذه الأسطوانة، والتي كما قلت تسمى بأسطوانة الإنقاذ، والتي ذكرت اسمها في النافذة الأولى كما تشاهدون. وبالطبع رابط هذا الموقع سوف تجده داخل التدوين الخاص بهذا الفيديو من أجل أن تقوم بتحميل هذه الأداة. فأكرر العملية، فمباشرة بعد أن تقوم بتحميل الأداة تقوم بحرقها داخل أسطوانة أو داخل الفلاش USB، ثم تصبح هذه القطعة سواء الفلاش USB أو القرص DVD هو بمثابة قطعة أو أداة لإصلاح جميع المشاكل المتعلقة بالنظام. فإذا واجهك مشكل معين داخل النظام من نقص الملفات أو الفيروسات أو نسيان كلمة المرور أو العديد من المشاكل الأخرى في النظام، يمكن لك أن تستعين بهذه القطعة أو بهذه الأداة من أجل أن تقوم بإصلاح هذه المشكلة. فالأمر فقط يتطلب بأن تقوم بالإقلاع من تلك القرص أو من تلك الأسطوانة، أسطوانة الإنقاذ، ثم تقوم بتحديد البرنامج المعين القادر على إصلاح تلك المشكلة، وهكذا سوف تتمكن من إصلاح تلك المشكلة. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك وكذلك الاشتراك في قناة مجهول معلوماتي إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها حلقاتنا على اليوتيوب. كما لا تنسى تفعيل خيار الجرس من أجل أن تتوصل بإشعارات لجديد الحلقات. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. شكرا لكم على المشاهدة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة مجهول معلوماتي.